انا كان نفسي اعرف ايه اللي حصل ما بين مارك وريكي قبل ما يخش الميتنج. انا هركب الطياره كمان ساعتين. حاسس اني واقف في مكاني ما بتحركش خالص. انتوا زي ما كنتوش تعرفوا حكايه الديون دي. انا وانت هنكمل في موضوع ارتباطنا عادي جدا. انت معايا ولا معايا؟ انا قابلت جميله النهارده. يعني اكيد ضحت بحاجه كبيره قوي. ابقى عبيطه لو صدقت الكلام ده. يوسف الراجل ابنه ومراته اتضربوا قدام عينينا بالنار ومش عارفين عايشين ولا ميتين. ياسمين وانت شفتي الفيديو كويس؟ بس الحركه دي اكدت لي ان اللي احنا محتاجينه موجود في الشقه. كنت بتوه المراقبه اللي عليا. انت لو مكانها هتعملي ايه؟ كلنا عارفين وشايفين ومحدش عاوز يكشف عن الموضوع. بس في مشكله. انت لازم تهدى يا يوسف. عفوا ما تخليش في نفسك حاجه. اختيار اجباري من السبت الى الاربعاء الرابعه عصرا على قناه مصر الاولى.